السلام عليكم. دكتور محمود سليمان، عضو الجمعية المصرية وعضو الجمعية الأوروبية لأمراض القلب ونائب مدير مستشفى الطلاب جامعة عين شمس. الحقيقة أنا يعني حابب أتكلم مع دكاترة القلب سبيشالي عن الحالات اللي بتخش الأسطر. إحنا خلاص دخلنا العيان وصورناه وعملنا له الكوروناري أنجيوغرافي. فالفكرة كلها دلوقتي أنت إيه السيناريوز اللي أنت ممكن تلاقيها في عيان أكيوت ST elevated myocardial infarction وهتتصرف ازاي؟ ولو العيان ده كان نون ستيمي ايه اللي ممكن تلاقيه وتتصرف ازاي؟ طبعا في حاله الاكيوت انت بتبقى مجهز العيان ودخلنا اوضه القسطره، ممكن تلاقي فيسل مقفول توتالي، عنده توتال ال اي دي، عنده ار سي اي. الحقيقه انت لو بصيت في الاي سي جي الاول والداتا بتاعت العيان انت ممكن تسسبكت الفيسل اللي هيبقى مقفول. عيان عنده انتيريو ستيمي، عيان عنده انتيريو ستيمي معاه رايت باندل مقفول مثلا قبل الدياجونال، عيان معاه انفيريور ستيمي، عيان بوستيريور، انت خلاص انت دخلت وليت. المشكله اللي عندنا اللي بتواجهنا في القسطره ان احنا دخلنا لقينا فيسل مقفول. كويس؟ فعيان انتيريور ستيمي بس انا لقيت الار سي اي هو اللي مقفول. او عيان انفيريور ستيمي ولقيت ال اي دي هو اللي مقفول. الناس بتتلخبط، طب انا مشكلتي فين؟ في يا جماعه عندنا حاجه مهمه جدا اللي هي الجيبردي افكت، ان انت ممكن يبقى الفيسل ده بيتغذى ريتروجريد من فيسل تاني. انت دخلت الايد ده مقفول سي تي او مثلا، كويس، من البروكسيمال سايد والمشكله عندك في الاله دي. كويس، يبقى انت ساعتها في الاستمي هتفتح الفيسل وتعمله. المشكله اللي انا بشوفها حقيقه وبتحصل مشاكل كتير من وراها، لا في العين النون استمي انا دخلت الايد ليجن بس ما لقيتش الفيسل توتالي مقفول، هتصرف ازاي؟ يعني انا دخلت لقيت العيان جاي لي انفيريور ستامي بس هو عنده ليجن ميد ال اي دي مثلا، الليجن 90%، فيجي يقول لك ايه، لا ده العيان ده انفيريور، انا مش شايف فيه حاجه في الانفيريور، مش شايف فيه حاجه في الار سي اي مثلا. الوضع مختلف تماما، انت لازم تبقى فاهم الفيسلز دي بتغذي ايه على بعضها. العيان ده ممكن يبقى هو ال اي دي ده بيدي ريتروجريد مثلا للار سي اي، يبقى انا اول حاجه هفكر فيها الفيسلز دي بتغذي ايه، الكرايتيريا بتاعت العيان ايه. طيب دخلت لقيت فيسلز ولقيت سي تي او، لقيت عيان عنده حاجه توتال اوكلودد، لازم الجمله المشهوره جدا دلوقتي يا جماعه مفيش سي تي او اد هوك. ليه؟ لان انت عشان تعمل فيسل سي تي او اد هوك انت اول حاجه لازم يبقى الاكويبمنتس كلها موجوده عندك، لازم يبقى العيان ده متجهز كويس جدا، لازم تبقى عارف ان انت هتطول، وانت بتتكلم في ان انت عيان اكيوت ستيمي او نون ستيمي. يبقى هنرتب دماغنا، انا لو دخلت في ستيمي ولقيت فيسل توتال هفتحه immediately. طيب لقيت دخلت في عيان نون ستيمي بدور على الكالبريت ريجن، دورت على الكالبريت ولقيته، طب لا اصلا العيان كان انفيرير، لا الكالبريت بتاعي هو اللي بيغذي، دي حاجه مهمه جدا. جيت لقيت عيان لا عنده ليجن بس عنده سي تي او مثلا، او عنده حته صعبه عليا، لا انت ما تحاولش تشتغل في السي تي او اد هوك في الفتره دي، عشان الكلام ده مهم جدا جدا، لان بتحصل المشاكل بعد كده ان احنا بنعافر وبنطول مع العيان وما بنوصلش النتيجه مظبوطه. خد العيان بالراحه، اعمل الحاجه اللي تفيد العيان في الاول، ولو ما فيش الاكويبمنت او الاكسبيرينس مفيش مشكله خالص ان انت تاجل العيان وتوفر الاكويبمنتس بتاعتك وتجيب حد عنده اكسبيرينس يساعدك، بحيث ان مصلحه العيان هي اهم حاجه. الحاجه الثانيه اللي احب اقولها في القسطره، كل عيان انت بتقسطره اكنك داخل القسطره لاول مره، ودي حاجه مهمه جدا 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 عشان تنجح. الثقه الزياده هي اللي بتعمل لنا مشاكل، وربنا يا رب يوفق الناس كلها. شكرا.